اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولاً بأول. نجوم جار عليهم الزمان فلا رقيب ولا معين، قضوا شبابهم في خدمة الفن العربي وتقديم المتعة للجماهير، وانتهى بهم الأمر واحداً متنقلاً في دور المسنين وآخر متسولاً على أرصفة الشوارع، والثالث مريض في بهو المشافي بلا سرير. بعضهم عاش على الصدقات والآخر عانى أشد المعاناة. تابعوا معنا لنتعرف سويا على أشهر النجوم العرب الذين عانوا الفقر في آخر أيام حياتهم. السندريلا سعاد حسني، فراشة الفن التي ملأت الشاشات العربية صخبا ومرحا، عاشت الثراء الفاحش أيام شهرتها، عانت مرضا في عامودها الفقري، أصيبت بعده بالتهاب فيروسي، وبعد وفاة والدتها دخلت في حالة اكتئاب، تدهور وضعها الصحي أكثر وباتت عاجزة عن دفع نفقة علاجها في لندن. انتشرت الإشاعات حول تسولها وتصدق الناس عليها، ورغم المناشدات إلا أن الحكومة المصرية رفضت استكمال دفع تكاليف العلاج، فاضطرت حينها سعاد إلى كتابة مذكراتها وبيعها بغية الحصول على الأموال، إلا أن المنية وافتها بحادث أليم وغامض بعد فترة. يونس شلبي، من منا لا يتذكر بطل مدرسة المشاغبين الذي عانى مرضا في أواخر أيام حياته، اشتكى من جحود أصدقائه الممثلين وظل يصارع المرض على فراشه في ظل الفقر المدقع الذي اضطره لبيع ممتلكاته لاستكمال علاجه، في ظل تجاهل نقابة الفنانين لمناشدات زوجته التي اضطرت أخيرا لبيع منزلها ودفع ما ترتب عليهم من نفقات المشافي، ليشتد عليه أخيرا المرض ويلقى المنية على سريره والذي كان آخر ما يمتلكه. عبد السلام النابلسي، سلسلة من المصاعب عاشها الفنان الكوميدي الفلسطيني بدأت مع مرضه الخطير الذي أصاب معدته وكلفه أموالا طائلة، ليعلن بعدها أحد البنوك الذي يودع فيه عبد السلام أمواله يعلن إفلاسه الكامل، ليعيش بعدها نجمنا حالة من الفقر، خصوصا مع ملاحقته إثر أزمة مصلحة الضرائب المصرية والتي منعته من دخول مصر. استنزف ثروته نهائيا بعدها وساء وضعه لتوافيه المنية، ويترك زوجته تتكفل بجنازته دون أن يكون معها حتى إيجار سيارة إسعاف في التي ستنقل جثمانه، ليتولى حينها صديقه فريد شوقي مصاريف الجنازة والدفن تصدقا على روحه. تحية كاريوكا، الراقصة المصرية الشهيرة التي فتنت بتمايلاتها الكبار والصغار، عانت في آخر أيام حياتها من مضاعفات أمراض الشيخوخة. عرفت بإنفاقها لأموالها على الفقراء والصدقات، وأنفقت ما تبقى من ثروتها في العلاج، إلى أن تبرعت الفنانة فاتن حمامة بشراء منزل لها لتسكن فيه، وتكفل أحد أصدقائها من الوسط الفني بتكاليف علاجها، لكن وبسبب حيائها خجلت من طلب المساعدة مرة أخرى بعد أن أصابتها جلطة رئوية، لتوافيها المنية في منزلها وتودع عالمنا دون أن تمتلك قرشا واحدا باسمها. إسماعيل ياسين، بعد عشرات السنوات من العمل والاسم اللامع في سماء الفن، تخلى إسماعيل عن كوميديته التي اعتدنا عليها وودع ضحكته الرنانة. رفضه المخرجون فلم يعد الشاب المليء بالحيوية، بقيت أمامه العودة للعمل في المونولوج الذي فشل به أيضا. اضطر لبيع ممتلكاته لينفق على نفسه وعلى عائلته، لكن الأمراض هاجمته وحاصرته الديون، ليعيش 4 سنوات من التعاسة والفقر انتهت برحيله. الشحرورة صباح،
نجمة لبنان والعالم العربي الشحرورة صباح صاحبة الصوت الرائع والطلة السارقة للأنظار عاشت حياة الملوك وكانت نهايتها مأساوية، فمع إصابتها بأمراض الشيخوخة توارت عن الأنظار إلى أن وافتها المنية عام 2014. ذكرت مصادر عدة أن صباح أمضت آخر أيام حياتها في فندق بأحد أحياء العاصمة اللبنانية بيروت على نفقة الفنان راغب علامة. رياض الأصبجي ممثل مصري اشتهر بأدواره إلى جانب الفنان إسماعيل ياسين، أصيب بالشلل في كواليس تصوير أحد أعماله وتدهورت حالته الصحية. لاحقا بات رهين فراشه ولم يستطع تغطية مصاريف علاجه، إلى أن ساء وضعه ونقل إلى المشفى لتوافيه المنية عام 1963. وبسبب عدم استكمال مصاريف علاجه احتجزت المستشفى جثمان رياض ومنعت ذويه من استلامه والصلاة عليه ودفنه إلى حين استكمال النفقات، لكن وبعد تدخل المخرج الراحل حسن الإمام وسداد التكاليف تمت استعادة الجثمان ووري الثرى، وتكلف المنتج جمال الليثي بتغطية تكاليف الجنازة عن أسرته التي عاشت فقرا مدقعا من بعده. زينات صدقي ممثلة مصرية شهيرة رسمت البسمة على وجوه المشاهدين وعانت أزمات عدة. بعد اعتكافها عن الفن تخلى أصدقاؤها عنها وعاشت وحيدة في الظل. عانت من أمراض عدة ولجأت لبيع أثاث منزلها قطعة تلو أخرى لتؤمن تكاليف العلاج. لم تعتمد زينات على دعم الدولة أو نقابة الفنانين أبدا رغم سوء حالتها المادية، إلا أنها طلبت من الرئيس محمد أنور السادات أن يسمح لها بالحج على حساب الدولة، وفعلا حصلت على موافقته، إلا أن المنية وافتها قبل أن تحقق أمنيتها. عبد الفتاح القصري اعتدنا على كوميديته ووجهه الضحوك الذي أخفى وراءه حياة مأساوية بكل معنى الكلمة، ففي أثناء تقديمه أحد العروض المسرحية وقع فجأة على المسرح وأصيب بالعمى، ليعيش بعدها وحيدا مع زوجته التي تصغره بأعوام كثيرة والتي استغلت فقدان بصره وأجبرته على التوقيع على أوراق يتنازل فيها عن ممتلكاته لها، وبعد ثبوت امتلاكها لعقاراته وأمواله طردته من المنزل ليعيش في غرفة تحت الدرج ويموت بحسرته. فاطمة رشدي ممثلة مصرية عاشت آخر أيام حياتها متنقلة بين فنادق الأحياء الشعبية بسبب فقرها، حتى أنها تركت علاجها لعدم تمكنها من دفع تكاليف المستشفى، ليتدخل حينها الفنان الكبير فريد شوقي ويطلب من المسؤولين النظر إلى حالها، ليتم أخيرا توفير مسكن لها والتكفل بعلاجها على نفقة الدولة.